طيب احنا عندنا كده سيجمنت صغيره قوي قوي بنسميها بينج بونج، بما اني انا بحب البينج بونج. هي اسئله بينج بونج لانها يعني سؤال واجابه قصيره. فهبدا مع هاني. خلاص، 10 مليون فيو على السوشيال ميديا ولا 100,000 شخص في حفله؟ 100,000 شخص في حفله. طيب تامر، اغنيه جماهيريه ولا اغنيه فلسفيه؟ لا جماهيريه. ايمن، الكلمه ولا اللحن؟ كلمه. حافظ باشا، دويتو مع مكي ولا دويتو مع انغام؟ هو مع حبنا الانغام، بس احنا مكي يعني حاجه عزيزه قوي عندنا بجد. نحب نعمل داخل في جدا جدا في المود ده. صحيح. طيب صيام، شاعر مشهور ولا اكتشاف جديد؟ اكتشاف جديد. طيب اخر سؤال هرجع لهاني معلش مره تانية، انت حظك معايا كده. لو عايز تفصل تسمع ايه، راب ولا مهرجانات؟ لازم طبعا اوبشن من الاثنين. راب والله. ما بتحبش؟ ماليش خالص في المهرجانات، يعني ممكن في مره ارقص على حاجه بس لا ما اقدرش اشغلها كده يعني. ما لا ما